مشاهدينا واهلا بكم الى النشره الجويه نستهلها بمقاييس الامطار المسجله الى غايه السادسه من صباح اليوم، حيث سجل من الامطار بسيدي افني 8 ملم 7 ملم بكلميم 6 ملم بتثنيت 4 ملم بالصويرة، ملمترين سجلت بطنطان فيما سجل ملمتر واحد بمدينه مراكش. وبتحليلنا لصورة الساتل نلاحظ سحب غير مستقرة بالأطلسين المتوسط وكذلك الكبير وأخرى كثيفة بالسواحل ما بين سيدي إفني وطرفايا وعلى طول الواجهة المتوسطية. غدا بحول الله سيكون الطقس حار بالسهولة الشمالية مع هبوب رياح شرقي، وبشمال المملكة يتوقع تكون سحب منخفضة مع انتشار ضباب القرب من السواحل وكذلك بشمال المنطقة الشرقية، فيما ستهب رياح نسبيا قوية بمنطقة طنجة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق كما يظهر. درجات الحرارة خلال الليل ستتراوح ما بين 6 درجات ببولمان وكذلك بإفران، 11 درجة ببعرفة وبمدينة تازايت، 12 درجة ستسجل بكل من الحسيمة وبمدينة الدار البيضاء وكذلك بسطات، و13 درجة بالرباط بتطوان وبمدينة الجديدة. وبالجديدة ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 24 درجة وستسجل كذلك بالدار البيضاء، 28 درجة بفاس، 29 درجة بمدينة مكناس، 20 درجة بالناظور و23 درجة بطنجة، فيما ستسجل 32 درجة بمدينة العرائش. بوسط المملكة ستكون الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار ومتفرقة وأحيانا رعدية بالأطلس الكبير مع سماء قليلة السحب إلى صافية ببقية المناطق، هذا مع انتشار سحب منخفضة وضباب بالقرب من السواحل. درجات الحرارة خلال الليل بمدينة الراشدية ستصل إلى 14 درجة، 16 درجة بأرفود، 13 درجة بزكورة، 18 درجة بطاطا، 14 درجة بسرودانت، و15 درجة ستسجل بكل من أكادير وبمدينة الصويرة. ودرجات الحرارة خلال النهار ستعادل 28 درجة بكل من بني ملال وبمدينة مراكش، 33 درجة بتارودانت، 24 درجة بأسفي، و22 درجة ستسجل بسيدي إفني وبمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع دائما انتشار كتل ضبابية بالقرب من السواحل مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. درجات الحرارة خلال الليل بالزاق ستصل إلى 12 درجة، 15 درجة بسمارة وببكرة وكذلك بوشتور، و16 درجة بالعيون. درجات الحرارة خلال النهار ستتراوح ما بين 30 درجة بالزاق، 27 درجة بطنطان، 22 درجة بطرفاية، و25 درجة ستسجل بمدينة العيون، 28 درجة بجلتة زمور. بأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة إلى قليلة السحب كما نلاحظ. درجات الحرارة ستصل ببئر أنزران ستصل بحول الله إلى 16 درجة وستسجل كذلك بالدخلة، و17 درجة بأوسرد وبمدينة القويرة. وبالقويرة ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 24 درجة، 21 درجة بالدخلة، 29 درجة ببئر أنزران، و30 درجة مرتقبة بمدينة أوسرد.